جمعة ثمينة للحراك الشعبي تضع الجزائر أمام منعطف تتقدم فيه السلطة التي يمسك بزمامها رئيس الدولة بمرافقة من الجيش نحو تثبيت الخيار الدستوري، في الوقت الذي يتمسك الحراك الشعبي بتصعيد الموقف والتفكير في خيارات بديلة للتظاهر. فأية مخارج للسلطة بعد رفض الشارع للخيار الدستوري؟ أنا في تقديري الحل الوحيد هو مجلس وطني يتكون من 5-6 أشخاص وبما فيها المؤسسة العسكرية تكون فيها مع هؤلاء، ويديرون المرحلة الانتقالية، يشكلون حكومة انتقالية أو حكومة وطنية، يشكلون هيئة أو لجنة لإجراء الانتخابات ومراقبتها وإعادة النظر في القوانين، لأن هؤلاء يكونوا عادة رجال القانون، وبالتالي نخرج من الأزمة خلال أقل من 4 أشهر. هكذا يبدو المشهد السياسي والشعبي عند منعرج يرفض فيه الشعب شخصيات ووجوه للنظام القديم، فيما لا تزال المخارج الدستورية مطروحة لدى السلطة بما يتماشى هو مطالب الشارع. وإن وصلنا إلى مرحلة الفراغ الدستوري كاين مخرج آخر وفي إطار الدستور، وهو أن المجلس الدستوري يجتمع بكل أعضائه ويفكر في إعداد ما يسمى بإعلان دستوري أو ما يسمى بالورقة الدستورية في حدود 10 مواد ننظم بها المرحلة الانتقالية، من يكون رئيس الدولة، من يكون رئيس الحكومة وكيف تشكل، ومن يمكن أن يعين الحكومة وأعضائها. الأكيد أن الساعات القليلة المقبلة ستحمل مخرجات جديدة للمرحلة المقبلة قد تتجه نحو الخيار السياسي، على اعتبار ضغط الحراك الشعبي بلغ الذروة ولم يعد هناك مجال للتراجع.